حيت هذا الخطا اللي داروا فادح لا يغتفر لا يغتفر. علاش انا وطلع ولادي هكاك يعني كيضربوا فيا وكيديروا هكاك؟ حيت انا حنيت فيهم اكثر من القياس، يعني ما ماشي قصحت معاهم ولا زهرت الصمطه معاهم، كنت مزيانه معاهم وحنينه وظريفه، وشحال مرات تناقش معايا بنتي تنسامح ليها ونولي نسامح ونولي نسامح ونولي نسامح، وكنت ام صارمه وتنصرم معاها، يعني صافي دارت شي حاجه نزير معاها الصمطه. ما ديرش هكاك، دير بحسابي دير بحسابي، ولاني الله يخلصنا ان شاء الله. وقلت نغير معها الاسلوب وهكاك والو، ولكن حتى الطرف الاخر ساهم في هذه القضيه، هو السبب بزاف الحوايج باش بنتي تنفرني وتكرهني وسير وسير وسير. انا ما نقولش على بنتي بوحدها، حيت عندها اللي كيحرش على هادشي وكيحرضها على هادشي وكيعمرها، وبطبيعه الحال هي مازال صغيره اللي سمعاتو تتقولوا كتعمر، وصيغتو دابا الفلوس والسوشيال ميديا والمراهقه، يعني مجموعه جميع النواحي ومشحونه، وزادوا جمعوا حتى البنت الصغيره معاهم، ولاني ماشي مشكل ان شاء الله عاد سمعوا شي حاجه زوينه ان شاء الله في هذه الجلسه. هذه اخبار مفرحه مفرحه، اخبار مفرحه وصادمه للطرف الاخر. الحمد لله انا ما عندهم باش يصدموني، اللهم لك الحمد، ما كنخاف منهم حتى شي حاجه، ما عنتزلش مهما كانت الظروف، مهما كانت يعني اي حاجه ما عنتنزلش. عيدفعوا الثمن، عيدفعوا غالي، حيت اللي دار الذنب يستاهل العقوبه.